بوب صباح الخير. صباح الخير جوزيف لإلك ولكل المشاهدين. صباح الخير لضيفتك كمان، كيفك سمر؟ صباح النور، يسعد صباحك استاذ جوزيف واستاذ ابراهيم. الله يخليكم، انا راح اترك الحديث لكم. ابراهيم تفضل. شكرا لإلك وللمشاهدين. يعني طبعا موضوعنا جوزيف اليوم هو موضوع اذا بدك رياضي على انساني، لانه ضيفتنا اليوم السيده سمر شتيله عضو الاتحاد اللبناني للثقافه البدنيه، لنحكي اكثر، وهي رئيسه لجنه الاعاقه بالاتحاد، لانه عندهم نشاط مهم جدا. انا بس عندي سؤال لضيفتك بوب قبل سمر. كنا بفتره قالوا انه كلمه اعاقه ما بدهم يستعملوها، انه ذوي الحاجات الخاصه والاحتياجات الخاصه، ليش رجعت الكلمه؟ هو هذا المصطلح القانوني اللي مدروس علميا. بالنهاية مش مهم إعاقة، ذوي إعاقة، ذوي احتياجات خاصة، أصحاب همم. لا. أنا كأم بهمني إنه العالم يحترموا هالأشخاص، يحترموا أولادهم. أي طبعاً طبعاً، بس أنا عم بحكي أوقات الكلمة بتأثر على الشخص، كلمة علمياً. إعاقة هيدا اللي عم بحكي. نعم، علمياً وقانونياً ذوي الإعاقة. تفضلي. أوكي، شكرا جوزيف. مدام سمر، أول شيء بداية النشاط المقبل يلي أنتوا عم تقوموا فيه، عم تحضروا لنشاط مختلفون لكن مميزون. النشاط رح يقام بنادي الهوبس، كل التركيز من قبل الاتحاد، وأنتوا كلجنة على هالنشاط. أول شيء خبرينا عن هالنشاط وشو أفكاركم فيه. بداية أنا حابة أخبركم عن الاتحاد اللبناني والعربي اللي هو قايم بهذا النشاط. هو اتحاد هدفه نشر الثقافة البدنية، وعندنا لجنة ذوي الإعاقة تأسست سنة 21 بداية، سلمت أنا رئاستها لأني مدربة رياضية لذوي احتياجات خاصة أو ذوي إعاقة، ولأني أم لشاب من ذوي الشلل الدماغي هو بطل سباحة، ولأني ممثل للأسر بالأولمبياد الخاص. بلشنا بداية بسبب كوفيد 19 محاضرات وندوات وبطولات أونلاين، وهلأ صار الوقت أنه ننزل على الأرض نبلش نشاطاتنا مع أولادنا على الأرض. النشاط هو نشاط رياضي ترفيهي اجتماعي دامج بمناسبة شهر التوعية بمتلازمة داون سيندروم. بشارك فيه عدد من الجمعيات اللبنانية التي تعنى بذوي الإعاقة، بالإضافة لمدرسة من الأولاد الأسوياء. هدفنا هو زرع البسمة على وجوههم وإعطاهم فرصة نعطيهم شوية حقوق مثل الحق باللعب والحق بالرياضة، ونضوي كمان على قدراتهم. أما هدفنا لحتى الأولاد الباقيين الأسوياء أو الأصحاء هو أنه نعرفهم على الآخر المختلف، نعلمهم يتقبلوهم وندمجهم معهم، وهيك منكون زرعنا بذرة لحتى نوصل لهدفنا البعيد اللي هو مجتمع دامج. ممتاز اللي عم تحكيه، وعن جد هيدا النشاط أنا اليوم من الحلقات يلي عم نضوي عليها كتير مهم، لأنه لما يحمل من نشاط رياضي على كافة الأصعدة، إن كان للأصحاء أو إن كان لذوي الإعاقة مثل ما تفضلتي وحكيتي، ولنضوي الضوء أكثر قد عم تواجهوا صعوبات. مدام سمر، أنتوا اليوم كرئيسة لجنة كاتحاد، وحيحكي بعد شوي قد ايه الاتحاد عم بيقوم بنشاطات رغم انه جديد فايت بهذا الموضوع من تاسيس اللجنه، خبريني اللجنه قد ايه عمرها بالاتحاد، وخبريني قد ايه عم تواجهوا صعوبات على الارض. طبيعي، نحن اللجنه بلشت ببدايه 21، مثل ما قلت لك بلشنا محاضرات اونلاين، ندوات، بطولات، وهلا بدايه هذا العام بمساعده ودعم دكتور فادي الكبه، وطبعا الدعم الاكبر لدكتور فوزي الخضري رئيس الاتحاد اللبناني والعربي للثقافه البدنيه، كل نشاطاتنا عم بتكون برعايه وزاره الشباب والرياضه، استاذ محمد عويدات رئيس مصلحه الرياضه مشكور دائما على دعمه. في عندنا كمان دكتور سعد غنام هو رئيس الاتحاد، ومدام منى الكبه على طول بظهري وعلى طول عم بيساعدوني وعلى طول سند لإلي على الارض، وان كان على التلفزيون او اي نشاط عم بعمله هن سند لإلي. طبيعي نواجه مشاكل، بس هينا بلشنا على الارض. وطبعا هيدي سمر بالوقت يلي رح نشوف فيه صور لنشاطاتكم، وايضا كنت عم تقولي لي انت ام، يعني قد ايه هيدا الشيء عم بيخليك تكوني اكتف اكثر، قد ايه عم تكوني على الارض فاعله اكثر، خبريني عن هالتجربه ولو بمختصر، وبدك تخبريني عن النشاط قد ايه العدد واي متى بالضبط رح يصير.
بداية مثل ما قلت لك أنا أم لشاب عنده شلل دماغي عمره 17 سنة. تشخص محمد كان عمره سنتين مع الصرع بالإضافة إلى بعض الاشتراكات والصعوبات الجسدية والفكرية. دمجته بالمدرسة، اشتغلت عليه رياضياً، قدر يشارك ببطولتين بمصر ببطولة الهليوبلس الدولية، أخذ ذهبية وفضية سنتين متتاليتين وراء بعض. اللي عم جرب أعمله هو أنه اللي ما قدرت أقدمه لابني قدر أقدمه للأولاد الباقيين اللي عندهم احتياجات خاصة. نشاطنا خبرتك انه هو نشاط دامج مشارك فيه عدة جمعيات لبنانية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة من الأصحاء. حيكونوا تقريبا شي 70 ولد على الأرض، وطبعا معنا متطوعين من جامعة أوزال، جامعة علوم الآداب اللبنانية، وبالإضافة لرعاة عم بيساعدونا ويدعمونا بهذا النشاط اللي هن أرغونيستا كافيه، دايت سنتر، مطعم فتوح، وطبعا نادي الهوبس اللي قدمنا النادي. طيب مدام سمر، سؤال أخير بدي أسألك بالنسبة لنشاطات المقبلة، ومين عم تتلقوا الدعم؟ يعني هل الدولة موجودة بدعمكم؟ هل كذا؟ هذا موضوع يعني بحاجة لوزارة شؤون اجتماعية، قديه عم يتفاعلوا معكم؟ صراحة كل اللي عم بيصير لحديث هلأ هو دعم خاص، يعني نحن شخصي، نحن أعضاء الاتحاد والرعاة اللي مشكورين جدا حطوا إيدهم بإيدنا لحتى ننجح هذا النشاط. إن شاء الله لقدام نتمنى أن يكون في دعم، وعلى أمل أنه يكون لبنان أحسن. مدام سمر شتيلة، أيضا أنا بدي أقول لك عن في هناك نشاط مقبل يعني لك ولكل المشاهدين من قبل، خبرني الدكتور فادي الكبي امبارح كنت عم بحكي أنا وياه أنه هناك نشاطات عربية سيتم التجهيز لها قريبا. تأسست لجنة ذوي الإعاقة بالاتحاد العربي بداية هذا العام، هي لجنة فيها أعضاء دكاترة ومختصين بمجال ذوي الإعاقة من كل الدول العربية تقريبا، وإن شاء الله حنبلش نشاطاتنا العربية على أمل أنه نقدر نجتمع سوا بنشاط على الأرض. شكرا لك مدام سمر شتيلة، عضو الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية ورئيسة لجنة الإعاقة بالاتحاد. بدي أقول لك أن نشاطاتكم نحن داعمينها وإلى جانبكم لما يحمل هذه النشاطات من توعية إنسانية وتوعية على صعيد الرياضي. شكرا جزيلا لك. بدي ضوي على نقطة كثير مهمة، أيضا هناك نشاطات مقبلة لكم راح تكون خلال الأشهر المقبلة أو الأسابيع المقبلة، وطبعا نحن على تنسيق دائم مع الداعم لكل هالنشاطات إن كان حضرتك أو دكتور فادي الكبي أو رئيس الاتحاد، لدائما نلقي الضوء على هالمواضيع يلي بحاجة دائما لدعم من كافة على كافة الأصعدة. شكرا جزيلا لك جوزيف، هيدا هو موضوعنا لليوم. Thank you إبراهيم. Thank you سمر، good luck كمان طبعا. والكلمة اللي من تنقال قبل كل شيء هي احترام ذوي الاحتياجات الخاصة بكل حالتهم.